وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ رحمه الله ذكر عقيدة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة بذكر الإيمان، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وهو نوعان: إيمان عام مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان العام المجمل هو الذي يجب على كل أحد، فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول ونهى، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الإيمان المجمل الواجب على كل أحد، فإن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفصيلها، فإنه يكون بذلك من المؤمنين. إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول. ولذلك فإنه يصح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار. ومعلوم أننا لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة. ألا ترى أننا لا نعرف عدة من الأنبياء وكثيرا من الملائكة ولا نحيط بصفاتهم، ثم لا يقدح ذلك في إيماننا بهم. فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من آمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا ثم عمل بما علم أن الله أمر به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى. وأول ما يجب الإيمان به على كل أحد الإيمان بهذه الأصول والقواعد الستة التي لا يكون أحد مؤمنا إلا بها، وهي كما يلي: أولا، الإيمان بالله تعالى، ويتضمن ذلك الإيمان بربوبية الله وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته، وإثبات ما أثبته لنفسه وتنزيهه عما نزه نفسه عنه. ومن الإيمان بالله تعالى توحيده وإخلاص الدين له في عبادته، بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره. ثانيا، الإيمان بالملائكة، ويتضمن ذلك الإيمان بأنهم أحياء ناطقون، وأنهم مخلوقون من نور، وأنهم لا يحصي عددهم إلا الله، وأن لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، وأنهم معبدون أي مذللون مصرفون مدينون مقهورون لله الواحد القهار. ويتضمن أيضا الإيمان بمن سماه الله منهم في كتابه أو جاءت به السنة.
ثانيا الإيمان بكتب الله تعالى، ويتضمن ذلك الإيمان بكل كتاب أنزل الله تعالى وبما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها. ويتضمن أيضا الإيمان بالقرآن العظيم، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما سيأتي تقريره. فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه. ويتميز القرآن عن سائر كتب الله بالنسبة لهذه الأمة بوجوب اتباعه تصديقا لإخباره، تصديقا لأخباره وعملا بأحكامه. رابعا الإيمان بالرسل، ويتضمن ذلك الإيمان بكل نبي أرسله الله وبما سمى الله في كتابه من رسله، وبأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين من الإنس والجن. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهو خاتم الرسل ليس بعده نبي ينتظر ولا كتاب يرتقب. وروى مسلم من طريق سليم بن جبير عن أبي هريرة مرفوعا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. خامسا الإيمان باليوم الآخر وهو البعث. روى البخاري من حديث أبي حيان التميمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وتؤمن بالبعث الآخر. ويتضمن ذلك الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يشهد له ما في رواية لأحمد من طريق ابن عمر عن أبيه مرفوعا أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. وسيأتي لهذا بسط وبيان في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره، وسيأتي بسط وبيان لهذا الأصل في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله. شرع المؤلف رحمه الله في أول الرسالة ببيان الإيمان المجمل الذي يجب اعتقاده من كل مؤمن، فلا يصح خلو قلب من يرجو الله والدار الآخرة من هذا الإيمان ومن هذا الاعتقاد، وهو الأصول الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل عندما سأله قائلا أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه هي الأصول الستة التي عليها بناء الإيمان. والإيمان أصله اعتقاد القلب الجازم بإثبات هذه الأصول الستة وبما جاء في الكتاب والسنة من الخبر عنها.
فإن الله عز وجل أخبر في كتابه عن نفسه، وأخبر في كتابه عن كتبه، وأخبر في كتابه عن ملائكته، وأخبر في كتابه عن رسله، وأخبر في كتابه عن الكتب التي جاءت بها الرسل، وأخبر في كتابه عن القدر خيره وشره. فجاء الخبر في القرآن والسنة عن الله وعن الملائكة وعن الرسل وعن الكتب وعن اليوم الآخر وعن القدر خيره وشره. فوجب على كل مؤمن أن يقر بهذه الأصول الستة. جاء في القرآن الخبر عن الله، جاء في القرآن الخبر عن الملائكة، جاء في القرآن الخبر عن الرسل، جاء في القرآن الخبر عن الكتب، جاء في القرآن الخبر عن اليوم الآخر، جاء في القرآن الخبر عن القدر خيره وشره. فوجب على كل مؤمن أن يقر بكل ما جاء به الخبر عن هذه الأصول الستة، وهذا معنى الإيمان. فإن الإيمان هو الإقرار بما أخبر به القرآن أو أخبر به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأصول الستة. والإيمان نوعان: إيمان مجمل هو أن تقر بكل خبر جاء في القرآن والسنة عن هذه الأصول دون تفصيل، إنما تقول كل ما أؤمن وأقر بكل ما أخبر الله به ورسوله فيما يتعلق بالله، فيما يتعلق بالملائكة، فيما يتعلق بالأنبياء، فيما يتعلق بالكتب، فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق بالقدر خيره وشره. هذا يسمى الإيمان المجمل الذي ليس فيه تفصيل. ثم يجب على المؤمن أن يؤمن بتفاصيل هذه الأصول حسب ما ورد مما علمه وعرفه، وهذا يختلف الناس فيه. فمن الناس من يحيط علما بالقرآن كاملا فيكون عنده من العلم بهذه الأصول ما ليس عند غيره، ومنهم من لا يحيط علما إلا بشيء يسير فيكفيه ما أحاط به علمه مع الإيمان المجمل. إذن عندنا الإيمان نوعان: إيمان مفصل وإيمان مجمل. المؤلف بدأ بتقرير الإيمان العام المجمل الذي يجب على كل أحد، فإنه يجب على كل من يرجو الله واليوم الآخر أن يؤمن بالله ورسله ويقر وأن يقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان المجمل، وقد ذكره الله تعالى في موضعين من القرآن. الموضع الأول قوله جل وعلا: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله تعالى خمسة أصول في هذه الآية، وأصول الإيمان ستة. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. أما القدر فقد ذكره الله تعالى في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنص في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان. ما هو الإيمان المجمل المتعلق بهذه الأصول الستة؟ نستعرضها على وجه الإجمال. أولا المؤلف رحمه الله قال: وهو الإيمان، أي عقد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، عقدها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو عقدها، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا عقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال. وعرفنا الإيمان بأنه اعتقاد القلب الجازم، اعتقاد القلب الجازم بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإيمان بالله فيتضمن الإيمان بأنه رب العالمين وأنه لا إله غيره وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا أصول الإيمان بالله، أن تؤمن بأنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه، أن تؤمن بأنه رب العالمين، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى وأن له الصفات العلى سبحانه وبحمده. طبعا يضيف بعض أهل العلم أصلا رابعا وهو الإيمان بوجود الله، لكن هذا لا حاجة إليه إذا قررنا الإيمان بالله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فهو موجود، وإنما ينصون على الوجود لأجل الرد على أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله عز وجل، لكن لا حاجة إلى ذكره. فالإيمان بالله أن تؤمن بأنه لا إله غيره وأنه رب كل شيء وأنه سبحانه وبحمده الموصوف بالصفات العلى وأن له الأسماء الحسنى، هذا الأصل الأول من الأصول التي يجب على المؤمن أن يعتقدها في الله طبعا، ومن لوازم هذا أن يعبده وحده لا شريك له بأن يقر أنه لا إله غيره لا يستحق العبادة سواه. الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، لهم قدرات وأحوال وأعمال خصهم الله تعالى بها دون سائر الخلق، خلقهم الله تعالى من نور وهم ناطقون، ولهم من العبادة ما ليس لغيرهم من الخلق، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فخلقهم الله تعالى للعبادة، هذا من الإيمان بالملائكة. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بمن سماه الله مما علمه الإنسان في كتابه وفي سنة رسوله، فسمى الله جبريل فنؤمن بأن لله بأن من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن سماهم الله تعالى في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك إذا علمناه، فمن لم يعلم فلا حرج عليه، يكفيه الإيمان المجمل بأن الله خلق ملائكة هم له طائعون، خلقهم من نور وهم مكلفون بالعبادة، لا شغل لهم إلا بعبادة الله عز وجل. أما الأصل الثالث من أصول الإيمان الإيمان بالكتب، بكتب الله، والمقصود بالإيمان بالكتب أن تؤمن بكل كتاب أنزله الله إلى رسول من رسله، هذا الإيمان المجمل، نؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنه أيد هؤلاء الرسل بكتب نؤمن بها ونقر، ونؤمن بما سماه الله من تلك الكتب، فسمى الله في القرآن إيش من كتب النبيين السابقين، التوراة، سمى الإنجيل، سمى الزبور، صحف إبراهيم، كل هذا نؤمن به على وجه التعيين لأن الله سماه، لكن ما لم يسمه الله من كتب المرسلين نؤمن بأنه ما من رسول أرسله الله إلا ومعه كتاب بين يهدي إلى طريق قويم. أما الأصل الرابع من أصول الإيمان طبعا ومن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن بلا شك، لأنه الأصل الذي يستقى منه كل خير ويؤخذ منه كل هداية، فيؤمن بالقرآن وأنه كلام رب العالمين كما سيأتي تفصيله وبيانه فيما نستقبل. الأصل الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، فتؤمن بأن الله اصطفى من الناس رسلا جعلهم واسطة بينه وبين الخلق، واسطة في ماذا؟ واسطة في التعريف بالله وفي الدلالة على الطريق الموصل إليه، ليس في العبادة بأن جعلهم طريقا لعبادة الله وسطاء بين الخلق وبين الله في العبادة والدعاء ونحو ذلك، بل هم وسطاء بين الله وبين الخلق في الدلالة عليه في التعريف به والدلالة على الطريق الموصل إليه سبحانه وبحمده. وهؤلاء الرسل كثر
فما من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم كثر، وهم من حيث التسمية على نحوين، صنف منهم سماه الله تعالى في كتابه كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغير ذلك ممن ذكر الله أسماءهم، ومنهم من لم يسمه الله عز وجل كما قال تعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم إيش من لم نقصص عليك. فنؤمن بالجميع بأن لله رسولا، ونؤمن بمن ذكرهم القرآن أو جاء في السنة خبرهم على وجه التعيين. هذا هو الأصل الرابع من أصول الإيمان. الأصل الخامس من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله مما يكون بعد الموت. فكل ما بعد الموت يندرج في أصل الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان بالله، ولذلك يذكر الله تعالى الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به في مواضع كثيرة، لأن الإيمان به يحمل على عبادته ومحبته وتعظيمه، والإيمان باليوم الآخر يحمل على خوفه ورجائه، يحمل على خوفه ورجائه، الخوف من عقابه والرجاء والطمع في ثوابه، فلذلك هما قرينان. والإيمان باليوم الآخر تؤمن بكل ما أخبر به القرآن مما يكون في يوم القيامة ومما يكون بعد الموت، وكذلك بكل ما أخبرت به السنة وما علمته من ذلك آمنت به على وجه التعيين. هذا الإيمان المجمل. أما الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وهو أنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وسيأتي تفصيل هذا وبيانه فيما نستقبل من قراءة إن شاء الله تعالى. هذه الأصول الستة هي أصول الإيمان، وهي التي لا يخلق منها قلب مكلف يرجو الله والدار الآخرة. بعد هذا أتى المؤلف رحمه الله بذكر الإيمان المفصل، ولكنه رحمه الله لم يأتي بكل ما يتعلق بالإيمان المفصل، إنما أتى ببعض ما يتعلق بالإيمان بالله، مهمات متصلة بالإيمان بالله، مهمات متصلة بالإيمان بالكتب، مهمات متصلة بالإيمان بالملائكة، مهمات متصلة بالإيمان باليوم الآخر، مهمات متصلة بالإيمان بالقدر، مهمات متصلة بالإيمان بالكتب. فانتقى ما يحتاج إلى بيان من الإيمان المفصل، فلم يستوعب المؤلف كل الإيمان المفصل، إنما ذكر جملة مما يتعلق بالإيمان المفصل في الأصول الستة. ابتدأها بما يتعلق بمهمات رأى بيانها وتوضيحها وتقريرها فيما يتعلق بأصل الإيمان، وهو الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله أصل الإيمان الذي إذا انخرم انهدم جميع الإيمان. فمن لم يؤمن بالله لم ينفعه الإيمان بكل ما، لا يمكن أن يؤمن بكل ما جاء به بكل بقية أركان الله، لا يمكن أن يؤمن بكل بقية أركان الإيمان. فبدأ بذكر بعض ما يتعلق بالإيمان بالله. لما تكلمنا عن الإيمان بالله قلنا الإيمان بالله يستلزم الإيمان بأنه لا إله غيره، وأنه رب العالمين، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه. المؤلف بيّن بعض تفاصيل الإيمان بالأسماء والصفات، والأسماء والصفات يا إخواني شأنها عظيم وقدرها جليل، لا تكاد تخلو آية في الكتاب من ذكر صفات الله عز وجل، إما بالنص وإما بالتضمين وإما بالالتزام، بل لا تخلو آية في القرآن الحكيم من الإشارة إلى صفات الله تعالى، إما بالنص وإما بالالتزام
وإما بالتضمن، فدلالة الآيات على صفات الله عظيمة وهي كثيرة، فجدير بالمؤمن أن يعرف ما يتصل بهذا الأصل، كيف أحقق الإيمان بأسماء الله وصفاته. أولاً، الإيمان المجمل في الأسماء والصفات أن تقر بأن لله أسماء وأن له صفات وأن له أفعالا أخبر بها جل في علاه في كتابه، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، تقر بذلك من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهذا ما سيأتي تقريره في كلام المصنف رحمه الله في هذا الأصل.